السلام عليكم، ان شاء الله يا رب تكونوا لاباس بخير. معكم غايث عيدي كالعاده في فيديو جديد. حلقه اليوم مثل ما طلبتم مني باش تكون خصيصا لعضله الظهر، العضله هذه اللي تعطي مظهر جذاب جدا للجسم، خاصه اللي العضله هذه تعتبر ثاني اكبر عضله في الجسم، لذلك لازمنا نهتموا بها بشكل كبير. وفي فيديو اليوم ان شاء الله باش نشوفوا مع بعضنا واحد من افضل البرامج اللي تساعدنا باش نضخموا العضله هذه، لذلك تبع الفيديو للاخر. كل كلمة شو نقولها في الفيديو ركز فيها، وكل عادة ما تنساش دعمنا بلايك وسبسكرايب. يلا شباب نبدأ مع بعضنا بأول وأهم تمرين تخلقه، اللي هو تمرين الديدليفت. تمرين مهم جدا ويعتبر من الكومباوند اكزرسايز، واحد من التمارين المركبة. التمرين هذا تمرين جبار صدقوني، يعني التمرين هذا يعني تقريبا هو افضل تمرين موجود. لكن في التمرين هذا لازمنا نركزوا جيدا في التكنيك، لان يعني الاصابه في التمرين هذا يعني مخطر جدا. لا قدر الله كان حصل لك اصابه تنجم تسبب لك يعني 3 شهور او 4 شهور يعني وانت ما تتدربش. لذلك ركز في التكنيك بشكل كبير. عند النزول ظهرك ما يكونش كما في الصوره اللي حطيتها الان، ظهرك معوج، لا يكون ظهرك كما في الفيديو مستقيم يعني عند النزول. طبعا ركابك ايضا عند نزول ركابك ما تكونش مستقيمه، لا تكون فم انحناء صغيره. وايضا نعملوا على عضلة الظهر، يعني تركيزنا يكون في الظهر ما يكونش يعني في عضلة الرجل، بهكا نستهدفوا عضلة الظهر ما نستهدفوش عضلة الكوادريسيبس ولا عضلة الفخذ. بالنسبة للمجموعات في التمرين هذا نعمل 4 مجموعات، وكل مجموعة نزودوا في الأوزان، يعني نخدموا على طريقة البروجريسيف اوفرلود، نزودوا في الأوزان كل مجموعة كيف نقصوا في عدد التكرارات. يعني على سبيل المثال المجموعة الأولى عملنا 14 تكرارة، المجموعة الثانية نعملوا 10 تكرارات لكن نزيدوا في الوزن. التمرين الثاني عندنا باش يكون تمرين الماشين رو، تمرين مهم جدا أيضا لتضخيم عضلة الظهر. نخدموا التمرين هذا على طريقة الاف سيت 7. طريقة الاف سيت 7 يعني أنك تخدم 7 مجموعات، كل مجموعة فيها 10 تكرارات، يعني تقريبا 70 تكرار. كل 10 تكرارات ترتاح فقط 30 ثانية، وكل ما تكمل 10 تكرارات يعني تقف وتكبس الظهر متاعك، هكا تضخ دم للعضلة وهكا العضلة تستفيد أكثر. يعني كل ما العضلة يكون فيها دم أكثر كل ما العضلة تتغذى أكثر. يعني أنت تكمل 10 تكرارات متاعك مثل ما قلت، يعني مثل ما مريتوا في الفيديو، يعني تقوم تكبس الظهر متاعك اقصى ما تقدر، تضخ دم في الظهر متاعك. التمرين الثالث عندنا يكون كيبل لات بول داون. التمرين هذا مهم جدا لتضخيم عضله اللاتس، هذه عضله اللاتس وتعتبر اكبر عضله في الظهر. في التمرين هذا شباب ركزوا في التكنيك، ايضا الظهر يكون مستقيم، اليد يعني ترجع تقريبا فوق الراس بقليلا، واليد تكون ممدوده للامام مثل ما تشاهدوا، ونعملوا على عضله الظهر، يعني نركزوا اكثر يعني بالسحب على عضله الظهر، ما نسحبوش بعضله البايسبس، يعني هكا نستفادوا اكثر والظهر يكون هو اللي يشتغل اكثر من البايسبس. التكنيك في التمرين هذا مهم جدا مثل ما تشاهدوا، اليد تقريبا تكون ممدوده، الظهر يكون مستقيم، واليد ترجع تقريبا فوق مستوى الراس، ثم نقوم بالسحب. السحب شباب يكون بعضله الظهر، ركز على السحب بعضله الظهر ما تسحبش بعضله البايسبس، هكا الظهر يستفيد اكثر. مثل ما تشاهدوا اشتغلت التمرين هذا على طريقه الدروب سيت، يعني كل 7 مجموعات النقص في الوزن، يعني نعمل 7 مجموعات النقص في الوزن، ثم 7 مجموعات النقص في الوزن، ثم 7 مجموعات، هذه تعتبر مجموعه واحده. نكرر الشيء هذا 3 مرات. التمرين الرابع عندنا يكون وان ارم دامبل رو. التمرين هذا تمرين اساسي وفعال جدا لتضخيم عضله الظهر. بالنسبه للتكنيك في التمرين هذا الجذع يكون مستقيم، عند السحب الدمبل يمس تقريبا منطقه اسفل الصدر. شيء اخر مهم دائما نكرر المعلومه هذه، السحب يكون بعضله الظهر، يعني عند السحب تركز ان انت قاعد تجبد بالظهر نتاعك، يعني قاعد تجبد في الاوزان بالظهر نتاعك مش بعضله البايسبس. نتفاداو الشيء هذا باش نستفادوا اكثر ما يمكن من التمرين. بالنسبه للمجموعات نعمل 4 مجموعات، كل يد نعملوا 10 تكرارات مع الزياده في الوزن في كل مجموعه. التمرين الخامس عندنا باش يكون كيبل ريل دلتويد. التمرين هذا يستهدف عضله الكتف الخلفي. يقول القائل نعرفكم تتسائلوا علاش احنا نشتغل في عضله الكتف الخلفي في يوم الظهر. يعني ببساطه انك تغزر الشخص يعني من الخلف، يعني تغزر الظهر بكل، عضله الكتف الخلفي يعني لازم تغزر لها مع الظهر. هذاك علاش يعني نستهدف عضله الكتف الخلفي في يوم الظهر. بالنسبه للتكنيك الان يكون الوقوف مستقيم، عدم تحريك الظهر، ايضا الصدر يكون للامام والمرافق بالشكل اللي تشاهدوا فيه في الفيديو، والرجوع يكون ببطء لاستهداف افضل عضله الكتف الخلفي. بالنسبه للمجموعات تكون 4 مجموعات والتكرارات تكون 12. التمرين السادس عندنا والاخير باش يكون نورمال بول اب. تمرين مهم ومهم جدا لبناء وتقويه عضله الظهر. لازم عليك في كل برنامج تاع يوم الظهر لازم تدخل التمرين هذا، كنقول لازم يعني من المستحسن تدخل التمرين هذا. بالنسبه لاي شخص يعني يصعب عليه التمرين هذا يقدر يعوض بالبول اب هذه والا بالبول اب هذه. بالنسبة للمجموعات في التمرين هذا تكون 3 مجموعات والتكرارات ماكس، يعني تكرارات أقصى ما تقدر،
ثلاثة تكرارات، تكرارة واحدة، المهم أقسمها. تقدر الأسبوع القادم لازم تزيد تكرارة واحدة، تحاول تزيد تكرارة واحدة الأسبوع القادم في التمرين هذا. هكا كونوا كملنا مع بعض حلقة اليوم، إن شاء الله يا رب الحلقة تكون عجبتكم، إن شاء الله تكون استفدتوا. حاولت مثل العادة نحكي بالعربية الفصحى أقسمها نقدر. أي شخص يحب يدعمنا يخلي لي لايك وسبسكرايب ويكتب لي تعليق موضوع الحلقة القادمة، وأي شخص عنده سؤال أيضا يكتب لي في الأسفل. والسلام.